للوقوف أكثر على مخرجات القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. قمة أمريكية روسية تأتي في ظروف تشهد فيه العلاقات بين البلدين أسوأ فتراتها. ما الخطة التي ذهب بها بايدن؟ وهل ينتهج سياسة تصالحية مع روسيا؟ الرئيس بايدن قبل سفره أعلن أنه ذهب للقاء الرئيس الروسي ليسمعه المسائل التي يمكن الاتفاق عليها، وكذلك يسمعه في القضايا التي هي محل خلاف بينهم. وموضوع التصالح بين الاثنين يعني هذا أمر يعني كبير ومفردة يعني كبيرة، أعتقد أنه غير ممكن بالوقت الحاضر لحجم الخلافات بين الأمريكان والروس. الأمريكان ما زالوا متمسكين بقيم حكم القانون والديمقراطية لتحدي دول مارقة بالإجرام، والروس والصين يعني متمسكين بأساليبهم التي لا تتوافق مع حكم القانون. دكتور أستاذ كامل، يعني هناك ملفات طرحت على طاولة القمة، هي ملفات كثيرة، من بين هذه الملفات الملف الإيراني. ثمة رسالة ربما أرادت روسيا إرسالها من خلال نيتها بيع قمر صناعي لإيران. ما تداعيات إتمام هذه الصفقة على أمن المنطقة؟ موضوع القمر الروسي لإيران لا أعتقد يمثل أهمية قصوى للمصالح الأمريكية، خاصة أنه هذا النوع من المنتوجات يعني حتى الشركات من الدرجة الثانية صنعها وحتى إيران صنعها. بالإضافة إلى ذلك أنه الإيرانيين لا يحتاجون كثير لموضوع الأقمار، وهاي روحهم الميليشياتية وعصاباتهم موجودة بالميدان في سوريا والعراق وغيرها بالمنطقة. هذا هو تقديرنا لموضوع القمر الصناعي وأهميته بالنسبة للأمريكان والروس. الملف السوري أيضا كان حاضرا في القمة الأمريكية الروسية. إذا كانت أمريكا أمام أمر واقع فرضته روسيا في السنوات الماضية في هذا الملف، ما الدور برأيك الذي يمكن أن تلعبه في وقف التمدد الإيراني على الحدود السورية العراقية؟ الحقيقة الروس والأتراك والإيرانيون الكل متمسك بالمكاسب اللي حقها على الأرض في هذه المنطقة، ولن يتخلوا عنها مهما كانت التضحيات ليحلوا مشاكلهم وخصوماتهم مع الأمريكان وغيرها من المسائل المهمة الحساسة للروس والأتراك والإيرانيين. وموضوع أنه هذا الاجتماع يأثر على العلاقة بين الأمريكان والروس في هذا الموضوع، لا أعتقد أنه نتائجها ستظهر قريبا، خاصة مع عدم وجود يعني أنظمة محكمة في العراق وسوريا يعني تحترم مصالحها ومصالح الوطنية وسيادتها. يعني هذا هو الواقع. لا أظن أنه هذا الاجتماع سيؤثر على الوضع القائم في هذه المنطقة. بما تفسر عدم عقد الرئيسين الأمريكي والروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد القمة؟ يعني هذا واضح أنه خلافات كثيرة، وكان متوقع أنه لا ينعقد هذا المؤتمر الصحفي المشترك، وبين من خلال لغة المؤتمرين اللي عقدهم الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي الخلافات واضحة، وهم لا يريدون أن يظهروا أمام الرأي العام بهذه الخلافات ويتحول إلى جدل عام أمام الرأي العام يعمق الخلاف الاستراتيجي بيننا. هذه القمة الحالية يمكن أن تجد أو توجد انفراجة سواء بين المجتمعين أو على مستوى الملفات للفاعلين فيها على مستوى الشرق الأوسط تحديدا؟ لا أظن أنه هناك انفراجات تستمر. أمريكا تحدد مخالفات الروس وغيرها من الدول المارقة من الصين وإيران في المنطقة،
ومثل ما لاحظ انه حتى دول المنطقه المستقره منها دول الخليج الان بدات تعيد ترميم وتسهل علاقاتها مع النظام السوري وتحسن علاقاتها مع الروس وحتى مع ايران. فلا اظن انه هذا الاجتماع سيؤثر بالعلاقات القائمه في المنطقه وتحديدا بالشرق الاوسط. نعم، من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الاستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.